نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا له الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح يا جماعة؟ أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أما بعد، أهلا بكم أخواننا الأعزاء في المحاضرة 23 من كورس إنجلش جرامر. النهاردة إن شاء الله في أول محاضرة يعتبر في الدايركت أند الدايركت سبيتش، الكلام المباشر غير المباشر. أوكي، مستعدين نبدأ في محاضرتنا؟ أهلا وسهلا بك أول محاضرة. أوكي، مفيش مشكلة، ممكن تتابعي المحاضرات المتسجلة على اليوتيوب، تابعوا معنا إن شاء الله. موضوع النهاردة اللي هنبدأ فيه Direct and Indirect Speech، هو موضوع طويل شوية هنبدأ فيه النهاردة إن شاء الله، الكلام المباشر وغير المباشر في اللغة الإنجليزية. بداية قبل ما أبدأ المحاضرة، يعني إيه عندنا في اللغة العربية كلام مباشر وغير مباشر؟ أوكي، الكلام المباشر الكلام لما يكون نصا عن شخص، يعني شخص قال كلام أنا قلته كما هو من غير ما أغير فيه. أوكي، أما الغير المباشر الكلام بقى اللي اتغير فيه على أساس بقى سياق الجملة، يعني وليكن نقول مثال، لما نقول مثلا أحمد قال أنا سأذهب إلى المدرسة. جميل، اللي قال الكلام ده أحمد، قال إيه؟ أنا سأذهب إلى المدرسة. أنا نقلت كده الكلام اللي قاله أحمد بالظبط، أحمد قال أنا سأذهب إلى المدرسة. طب لما أحوله غير مباشر في اللغة العربية هيبقى إزاي؟ هنقول إيه؟ أحمد قال أنه اتغير، أنا كنت بقول أنا سأذهب اللي هو قال كما هو. أنا لما أجي أحوله غير مباشر أقول إيه؟ إن أحمد قال إنه سيذهب إلى المدرسة، فبيتغير في حاجات في الكلام غير مباشر. ده معنى مباشر مباشر، كلام مباشر يعني يتقال زي ما هو من غير ما يتغير فيه. أما كلام بقى غير مباشر indirect أو ساعات بنسميه reported speech، بيتسمى برضه reported speech، كلام غير مباشر بيتنقل وبيتغير فيه. أوكي، نبدأ نشوف بدايات المباشر وغير المباشر. أول حاجة هنشوف الأسئلة، what is direct and what is indirect speech، ما هو الكلام المباشر وغير المباشر هنعرفه زي ما بدأت مرة. What is the word indirect questions، ما هو ترتيب الكلمات في الكلام غير المباشر بالنسبة للسؤال أو السؤال غير المباشر. When do things change، متى تتغير الأزمنة in indirect speech، الكلام غير المباشر، تتغير الأزمنة، وهنعرف كل ده في المحاضرات اللي جاية. What other changes occur in reporting، ما هي التغييرات الأخرى التي تحدث في عملية التحويل لغير مباشر. Besides say tell and that، إلى جانب فعل say اللي هو يقول، اللي هنستخدمه كفعل قول، وهنعرف يعني ايه فعل قول دلوقتي. وتيل يخبر، and ask يسأل. بجانب الأفعال دي what other reporting verbs، ما هي الأفعال الغير تستخدم في الغير المباشر used، ما يمكن أن نستخدمها في النقل الغير المباشر. دي الأسئلة اللي هنجاوب عليها أثناء محاضرتنا إن شاء الله. أوكي، نبدأ نشوف ما هو أو Direct and Indirect Speech.
الفرق أو الاختلاف بين المباشر وغير المباشر. نشوف. When we quote word for word what somebody says. عندما نقتبس ما قاله شخص كلمة بكلمة بدون أي تغيير. In writing كتابة we use inverted commas. بنستخدم فاصلة تمام أو علامات تنصيص. يعني الكلام اللي بنقوله زي ما هو كلمة بكلمة كما قاله الشخص بنحط بين علامتين تنصيص. And we repeated the original utterance. وبنكرر الكلام الأصلي. Original utterance. تمام؟ Exactly بالضبط. This is called direct speech. ده اسمه إيه؟ الكلام المباشر. يبقى الكلام المباشر كلمة بكلمة. بنقتبس الكلام اللي اتقال كلمة بكلمة كما هو. تمام؟ وبنستخدمه بين أو بنحطه بين تيم. اوكي ده الكلام المباشر. نشوف مثال. وليكن شخص اسمه ديفيد قال ايه؟ Have you seen the two towers? Have you seen the two towers? هل رأيت البرجين؟ ده الكلام اللي هو قاله ايه ديفيد بالظبط. ده الكلام الأصلي. لما اجي بقى اخليه كلام مباشر بقول ايه؟ ديفيد اسكت. ديفيد سأل. واقول بقى السؤال زي ما هو من غير ما اغير فيه. يبقى ده اسمه كلام مباشر. اوكي؟ ده الشخص قال كده وانا جيت ايه؟ هنا بعمل كلام بس بشكل مباشر. هقول ديفيد اسكت. ديفيد سأل. Have you seen the two towers? Have you eyed the burgain? اتنقل زي ما هو. ده اسمه ايه؟ مباشر. Direct speech. However, if we give the same meaning without repeating the exact word, we don't use inverted commas, and certain changes may be necessary. ايه بقى ده؟ أما بقى إذا ادينا نفس المعنى ماشي دون تكرار الكلام بالظبط. يعني معنى الكلام اللي اتقال بنفس المعنى بس مش بنفس الكلمات أو بنفس اللي اتقال بالظبط. وبنستخدمش معاه inverted commas اللي هي فاصلات او علامات التنصيص. وفي بعض التغييرات بتحصل. Certain changes may be necessary. في تغييرات كده بتحصل ضرورية. ده بنسميه indirect speech. This is called indirect speech. ده اسم الكلام غير المباشر. Or reported speech. اسم الكلام المبلغ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي ليه طيب؟ because we report what means. لأن احنا بنبلغ الكلام اللي اتقال بس بطريقتنا بنقوله بطريقة. نشوف الكلام الأصلي وهنعرف يعني ايه غير مباشر من خلال المثال ده. لو قلنا مثلا شخص اسمه ديفيد توتون ديفيد لشخص اسمه توم قال ايه؟ Have you seen the tower or the two towers؟ ده الكلام الأصلي. ديفيد اللي قال لي كده قالته زي ما قال ايه الشخص ده ديفيد. طيب لو حبيت اخليه غير مباشر هقول ايه؟ ديفيد asked توم. ديفيد سأل توم if he had seen إذا كان رأى البرج أو the two towers البرجين. ده كلام غير ايه؟ مباشر. اوكي فهنا ايه اللي اتغير؟ اتغير صيغه الاستفهام لجمله شرطيه وده هنعرف في التحويله. ماشي يبقى الكلام غير المباشر بيتنقل. اوكي بس بيحصل فيه تغييرات بس هو نفس المعنى. اوكي طيب انا عندي اقتراح بس ممكن الاسئله دي نخليها بعد المحاضره يا جماعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام احنا لسه بادئين دلوقتي. يبقى انا لما انقل بقى
كلام قاله شخص، بس ايه بنقله بقى باسلوبي، من غير ما نقوله بطريقة مباشرة. فبقول هنا have you seen the two towers؟ هل رأيت البرجين؟ لما اجي احول الكلام ايه غير مباشر هقول ايه، فلان قال او فلان سأل اذا هو شاف البرجين، الكلام هنا ايه اتغير، ده اسمه كلام غير مباشر، اتنقل بطريقة غير ايه مباشر، او مش نفس الكلام اللي اتقال بالظبط ولكن هو نفس المعنى بس الطريق غير مباشر. اوكي كده عرفنا الفرق بين المباشر وغير المباشر، دايركت اند اندايركت سبيتش. تمام، او ساعات بنسميه او هو اسمه ريبورتد سبيتش، الكلام المنقول اللي انا نقله. برضو between direct and indirect speech تكملة الفرق بينهم. في حاجة بقى we also use indirect speech when we report in our thoughts، لما بنيجي ننقل أفكار فينا أو داخلية بنستخدم الكلام غير المباشر. Okay although in this case there is no explicit original utterance، بالرغم إن هو مفيش صريح او كلام اصلي صريح واضح، ده عبارة عن كلام ايه تم. يبقى انا لما بعمل افكاري الداخلية بستخدم غير ايه المباشر. نشوف كده I had no idea where my keys were، انا لم يكن لدي اي فكرة او ما كانش عن المكان او اين كانت مفاتيحي. دي implied utterance كلام ضمني، دي معناها ايه؟ where are my keys؟ انا بسأل ايه اين مفاتيحي؟ where are my keys؟ تمام؟ ده معنى ايه الكلام؟ ان هو بيسأل عن المفاتيح بتاعته، بس هو قالها بطريقة ايه؟ غير مباشر، بيقول انا ما عنديش اي فكرة عن اين تكون مفاتيحي او المكان اللي فيه، هو يقصد هنا بس هو قالها بطريقة مباشرة ان اين ايه المفاتيح. She knew that، هي عرفت ان the lock had been changed، ان ايه القفل اتغير. تمام، ده اصلا كان ايه the lock has been changed، ان تم ايه تغيير القفل، بس هنا عاملينها ماضي فهي قالتها بطريقة غير مباشر عشان بتعبر عن حاجة ايه داخلية. اوكي يبقى بقى ايه استخدام تاني دايركت او دايركت سبيتش والفرق بينهم. نشوف بقى علامات الترقيم البنكشويشن ان دايركت سبيتش، الكلام المباشر بيبقى علامات الترقيم الخاصه بيه ازاي او بيتكتب ازاي. اغلب محاضرتنا في الكلام المباشر غير المباشر اغلبها بتكون عن رايتنج، الكتابه، طريقه الكتابه. تمام، او الجمله بتتكتب ازاي. اول حاجه في الكلام المباشر، الكلام المباشر اللي هو اتنقل زي ما هو من غير اي تغيير، بنستخدم معاه علامات التنصيص inverted، ماشي، او اللي هي الكومة المقلوبة، الفاصلة المقلوبة اللي بتبقى عليا، احنا بنعملها علامات تنصيص، اللي هي علامات التنصيص. We use inverted commas، بنستخدم الايه الفاصلة المقلوبة. Also quotation marks اللي بنسميها علامات تنصيص، quotation marks، quotes or speech marks أو علامات الكلام ايه المباشر، الكلام اللي اتقال بالظبط. To indicate direct speech، لكي ايه
نحدد الكلام قلنا ماشي، يبقى انا بستخدم بالنسبة للكتابة او علامات التنصيص لما يكتب علامات الكومة اللي هي دبل كوتس اللي انا شايفها قدامي كده بين قوسين اهي، تمام. دي بنفضلها فين؟ علامات التنصيص اللي هي ثنائية حرف الفعل الامريكان انجلش، في الامريكان انجلش، تمام. while single quote لو كانت مفردة بقى دي unusual in British English، معتادة فين؟ في الإنجليزي البريطاني، تمام. بس إيه، مفيش مشكلة لو استخدمنا علامات تنصيص علامتين جنب بعض أو علامة واحدة، تمام. نشوف كده I'm coming home late tonight. I'm coming home late tonight. هنا ديت American. شكل الكتابة American. لأن أنا حاطط علامات، علامات التنصيص ثنائية. تمام؟ طيب اللي تحتها دي علامات ثنائية، علامات مفردة. لو هنلاحظ هنا لو ظاهرة هنلاقيها إيه؟ علامة واحدة. هنا علامتين، هي مش هتفرق كتير سواء كتبت علامة أو اتنين، والاتنين صح. هو في الغالب بنستخدم علامتين تنصيص، تمام. بنستخدم الأمريكا علامتين تنصيص، تمام. وعلى بنستخدم علامتين عادي، أوكي. بس هي مفيش مشكلة عادي لو استخدمنا علامة أو اتنين، احنا في الغالب بنستخدم. ماشي يا جماعة، جدا النت عندي بيفصل ويرجع تاني، اوكي. الصوت كده واضح. احنا غالبا بنستخدم علامتين التنصيص، اوكي. بعد كده if we quote with the direct speech we use the other style for the embedded petition، تمام. في شكل تاني لما نعمل الكلام بقى عن ايه؟ كلام مباشر وننقله بصيغة تانية، في صيغة تانية للكلام المباشر زي الجملة اللي قدامي. لما she said هي قالت I'm coming home late tonight and he called Jim، صرحت جيم. ده هنا بقول الشخص او فلان قال، وبقول هنا ايه؟ يكون بصراحة فلان، اوكي. ده في الامريكان انجلش. نشوفها بقى في البريتش، هتبقى نفس الكلام بس هيبقى فيها علامتين تنصيص، اوكي. بيبقى يكون فلان صراحة الشخص ما، تمام. as you see in the example above comma is used at the end of the petition before the closing speech mark. هنا بقى نشوف ايه؟ ان في كوما في اخر الكلام اللي كتب، يبقى ليه علامتين التنصيص بتبقى الجملة، والجملة دي بتبقى في اخرها كوما، اخرها ايه؟ كوما، تمام. ده في حالة ان انا اقول ايه؟ فلان ده صرح، تمام. شكل غريب شوية، احنا متعودين على ان ايه؟ فعل القول او جملة فيها فعل القول وبعد كده الكلام اللي اتقال. دي شكل تاني بيستخدم بس ايه؟ قليل، يعني مش هنلاقيه كتير، اوكي. ده بالنسبة للبنكشويشن او علامات الترقيم في الكلام المباشر. يبقى علامات الترقيم في الكلام المباشر بتبقى علامتين تنصيص في الامريكان او علامة واحدة، تمام، من الناحيتين. وببدأ بفعل القول او بنهي بيه، تمام. وبحط كما في الاخر اذا قلت ايه؟ صرح فلان او صرح الشخص ده. في برضو الكما
بستخدمها قبل الكوتيشن نفسه. إذا بدأنا الكلام المباشر بفعل أو عبارة القول، بفعل إيه؟ القول. يعني إيه فعل القول؟ اللي هو بقول فلان قال أو فلان سأل أو فلان صرح، ده لو هبدأ بيه. تمام؟ فبحط الكما بعد فعل القول. يعني إيه؟ كما is also used before the quotation. الفاصلة الكومة دي نستخدمها قبل الكوتيشن. If we start the sentence with the reporting clause، إذا بدأنا الجملة بعبارة الإبلاغ أو عبارة الكلام الغير مباشر أو فعل إيه؟ القول. In this case the terminal full stop، بتبقى النهاية إيه؟ full stop. comes before the closing speech mark. الصوت مش واضح. طب يعني كل صوت مش واضح ولا يا جماعة؟ تمام. يعني ايه؟ نشوف كلا هنشوف ونشرحها. يعني هنا اذا بدأت she added او she asked او she told، ماشي، بديت بايه؟ بفعل القول. اللي بقول فلان قال فلان سأل، وبعد كده بقول الكلام اللي ايه؟ اللي اتقال. انا بقول فلان او شي ادد وبعمل كما ده انا بدأت بيه. تمام؟ واروح جايب بقى ايه؟ العبارة اللي اتقالت نصا واحطها بين علامتين، وفي الحالة دي بختم بايه؟ نقطة. اذا كانت جملة بختم بنقطة. Don't expect me before 11. بعمل نقطة عليه. أما بقى لو هبدأ وهقول في الآخر صباح فلان، مش هحط هنا نقطة، هحط كما. أوكي يا جماعة؟ طيب، if the quotation is a question or exclamation، طب إذا كان بقى إيه؟ الكلام ده سؤال أو تعجب. بستخدم برضو علامة الاستفهام أو علامة التعجب على حسب صيغة الكلام اللي قدامي. تمام؟ يعني أنا في الجملة العادية أو في الجملة العملية بستخدم نقطة في آخرها. لو كان بقى أي سؤال أو تعجب، the terminal marks العلامة في النهاية بتكون علامة استفهام question mark أو exclamation mark. تمام؟ also come before the closing speech marks، بتيجي قبل ايه؟ اخر حاجة. hurry up، بعمل علامة تعجب. hurry up، اسرع، تعجب. she shouted، هي ايه؟ صرخت او صاحت. تمام؟ هنا she asked am I late، هل انا متأخرة؟ هي علامة الاستفهام اهي في الاخر، بس السلايد المفروض تبقى هنا علامة استفهام وبعد كده علامة تنصيص. اوكي طيب. the quotation normally begins with the capital letter. في الغالب الكلام اللي اتنقل او الكوتيشن اللي اتنقل ده بيبدأ بايه؟ كابيتال لتر، حرف كبير، بيبدأ بحرف كبير. except if it is interrupted by a reporting clause، اما بقى لو كان في بقى عبارة ابلاغ تانية in which case the first letter of the continuation is not capitalized. لو بديت بقى بكوتيشن عادي، يعني انا باب هنا I'm coming home late tonight، بديت بحرف كابيتال عادي. she said and added، تمام، قالت واضافت. هنا هتقول حاجة تانية برضه، كلام ايه؟ مباشر. مينفعش ابدأ بقى بايه؟ بكابيتال لتر. هبدأ بايه؟ بحرف صغير عادي.
يعني تعتبر تكملة للجملة وجاية في النص. ببدأ بس إذا بدأنا إيه الكلام دي. Don't expect me before 11. هنا كلام إيه؟ مباشر بين قوسين بس بادي بإيه؟ حرف إيه؟ صون small letter. لكن لو بدأت هنا باب كابيتال. اوكي يعني انا مثلا قلت ايه اتنين كوتيشن، قلت اول كوتيشن وبعد ايه she said and added واضافت، هتقول كلام تاني بين علامتين تنصيص او هتقول كلام تاني بعد ما قالت الاول هتقول تاني. انا هنا الاول قلت ايه I'm coming home late tonight، ده الكلام اللي قالته بالنص، هبدأ هنا بحرف كابيتال كبير. بعد كده she said and added، هي قالت وأضافت don't expect me before 11. تمام، هنا بدأت ب small letter. اوكي باقي كلامي المباشر، باقي الكلام لما يبقى فيه إضافة تانية والكلام مباشر ما ببدأش الكلام بتاعي بحرف كده. هتكون حرف كابيتال في أول الكلام. لو حصل بقى وأضافة كوتيشن تاني ببدأ بإيه؟ بحرف سمول عادي. تمام يا جماعة؟ ده تاني حاجة أو في معلومات تانية هقولها بخصوص الكوتيشنز. طيب نيجي بقى الموضوع كمان changes in direct speech، التغييرات اللي بتحصل في الكلام الغير مباشر. طبعا بتحصل تغييرات لأن أنا بنقل الكلام زي ما هو، بنقله بنفس المعنى ولكن ليست بنفس اللفظ. أنا بنقل معنى وليست اللفظ. لا احنا لسه دي في مقدمات في الكلام المباشر وغير المباشر، دي عبارة عن مقدمات. تمام، هو الموضوع المباشر وغير المباشر كبير شوية، حوالي 50 شريحة. تمام، في بعض التغييرات بيحصل تغييرات في الأزمنة، بيحصل تغييرات في النمائر. تمام، بيحصل تغييرات في صيغة السؤال أو في شكل السؤال. الغير المباشر طويل شوية، بيحصل تغييرات كتيرة جدا وفي الأزمنة بيحصل تغييرات. هنشوف بقى إيه التغييرات اللي هتحصل عندنا. لا بس سهل والله، يعني كبير بس سهل، كبير بس سهل. هو لو عرفنا التغييرات اللي بتحصل خلاص كده ايه فهمنا المباشر وغير المباشر ان شاء الله. خلاف الانفيرجن ده سهل بسيط. In order to understand the changes which may take place when reporting، علشان نفهم بقى أو لكي نفهم التغييرات التي قد تحدث عند الكلام أو نقل الكلام، we must bear in mind that in linguistic utterance is made in a specific context. أول حاجة نفهم الكلام اللي اتقال بصيغة لغوية معينة وننقلها على حساب أو على أساس فهمنا للنص. تمام، يعني لما يقول somebody says something to someone somewhere or sometime، شخص ما قال شيء ما إلى شخص ما تاني في مكان ما في وقت ما. نخلي بالنا، شخص قال شيء لشخص في مكان ما في وقت ما، اللي هنا هيتغير مين بقى؟
الشخص اللي اتقال الكلام او اللي اتنقل عنه الكلام هيتغير الشخص ده، تمام؟ والمكان ظرف المكان، لو فيه ظرف مكان هيتغير، ولو كان فيه ظرف زمان هيتغير. ليه بقى؟ اولا يعني لما بنقل الكلام، مثلا ما قلت كلام كان بيحصل، قال في المضارع، هو بيتكلم في المضارع على لسانه، جيت انا نقلت الكلام، الكلام ده ولا لم يحدث؟ الكلام اتقال، صح؟ بالنسبة للتغيير، أنا قلت مثلا إيه؟ أنا بلعب كورة مثلا، حاليا أنا بشرح المحاضرة، خلينا واقعيين، أنا بشرح المحاضرة، تمام؟ جه مثلا شخص حاب ينقل الكلام اللي أنا قلته ده بس غير مباشر في وقت تاني، هو أنا قلت الكلام وخلاص. لما اجي احاول بقى اقول ايه؟ اقول ايه؟ كمال قال ان هو كان بيشرح المحاضرة، بقت في الماضي. ليه؟ لان الكلام اتقال، ولما جاء لما جه شخص تاني ينقله، هينقله بقى عنه في الماضي من الكلام اتقال. طيب depending on بنعتمد على ايه بقى؟ وير المكان، وين الزمان، by and to whom، تمام؟ ومين إلى من، by and to whom، by whom or to whom، أوكي؟ بالظبط كده، أنا قلت الكلام في الحالة، أنا قلت دلوقتي، الشخص اللي هيجي يقول له إيه؟ خلاص بقى أنا قلت الكلام وخلصت. يبقى هو هنا الكلام اتقال، فهيتكلم في الماضي، هيقول فلان قال، تمام؟ لما نيجي بقى نحاول original utterance is reported، الكلام الأصلي بيتم تحويله لكلام مباشر أو كلام مبلغ. في بقى بعض التغييرات certain changes، بعض التغييرات أو تغييرات معينة maybe necessary، تكون ضرورية لما اجي احاول. ده بالنسبه للتغييرات اللي بتطلع عن الكلام المباشر، تمام؟ اول حاجه بتتغير tense changes in indirect speech، الزمن أو الزمن بيتغير في الكلام غير المباشر، وساعات ما بيتغيرش. أنا أعرف إمتى بقى يتغير وإمتى ما يتغيرش، تمام؟ آمين يا رب، إن شاء الله. أنا أعرف هنا إمتى الفعل بيتغير وإمتى ما بيتغيرش. أول حاجة tenses don't change in indirect speech ever، الأزمنة لا تتغير في الكلام المباشر، الكلام غير المباشر. إذا يبقى إيه الحالات اللي ما تغيرش فيها؟ الزمن في الكلام غير المباشر. أول حاجة لو كان the reporting verb، فعل الإبلاغ أو القول، is in present or future، في المضارع أو المستقبل. إيه بقى فعل الإبلاغ؟ اللي هو فلان يقول، فلان يقول. إذا كان مضارع يبقى اللي بين القوسين ده لما أجي أحوله لغير مباشر لا يتغير. نشوف مثال، جوفري I love you، جوفري ده قال إيه؟ I love you. هنيجي بقى ننقله بقى، ده كلام مباشر، هنقول إيه؟ جوفري says، الكلام ده أصلا جوفري says I love you، هنا مضارع لأن جوفري بيقول. اوكي، لما اجي احوله بقى لغير مباشر هيبقى جوفري سيز، هنا الفعل مضارع، يبقى اذا هنا الفعل مش هيتغير او الزمن بتاع الفعل مش هيتغير، هيبقى جوفري سيز هي لفظ مي اللي اتغير بس الضمائر
الخاصة بكم. جوفري يقول: أنا أحبك. حاجة حوالي غير مباشر. جوفري يقول: He loves me. إنه يحبني. ما غيرش الفعل، لأن فعل القول مضارع. لو كان الفعل ده فعل القول مضارع ما بيتغيرش، يبقى أول حاجة ما بيتغيرش الزمن إذا كان فعل القول مضارع أو مستقبل، كده ما بيتغيرش من الحالة دي. أوكي. هنا as reporting verb say، فعل القول اللي هو say، is in the present simple، يعني في المضارع البسيط ما غيرش. طيب إذا كان بقى إيه تاني؟ The reported words are always true. إذا كان الكلام ده اللي هو أنا هنقله حقيقة، حاجات حقيقية أو حقيقة علمية، الكلام ما بيتغيرش، حاجة دي ثابتة. تمام. كوبرنيكوس عالم أو شخص اسمه كوبرنيكوس قال إيه؟ The planets move around the sun، كواكب تدور أو تتحرك حول الشمس. دي حقيقة علمية لا يمكن تتغير. أوكي؟ ما ينفعش أقول الكواكب كانت تتحرك، لا، ما هي كانت بقت تتحرك يعني لا، ما زالت. يبقى لما يكون حاجة علمية حقيقية أو دايما حقيقة ما بغيرش إيه؟ الفعل. لما أجي إيه أحولها، أقول إيه؟ كوبرنيكوس discovered that، اكتشف أن، مع أن الفعل هنا ماضي، الفعل هنا ماضي، لكن هنا ما غيرتش إيه؟ الفعل خليته ماضي. ليه؟ لأن دي حقيقة. كوبرنيكوس discovered that، اكتشف أن، the planets، الكواكب، move around the sun، الكواكب تتحرك أو تدور حول الشمس. هنا ما بغيرش لما يكون الكلام اللي أنا هنقله حقيقة علمية. It is general truth، إنها حقيقة عامة أو علمية. طيب طب نشوف كده في المثال ده. Once people، الناس كانت believed، تعتقد، والناس اعتقدت that the earth was flat، أن الأرض كانت مستوية. تمام. ده هنا حولناه لماضي. ليه حولناه لماضي؟ لأن احنا كنا بنعتقد دلوقتي ايه؟ عرفنا حاجة تانية أو اتأكدنا من حاجة تانية. اوكي؟ the reported words are not true because now you know that the earth is not flat. هنا أصبحت حقيقة يا جماعة. تمام؟ الكلام ده ما كانش حقيقة. لذلك خليناه إيه؟ ماضي. ده كان كنا فاكرين إن هو حقيقة لكن ما طلعش حقيقي. معلش التليفون رن، يبقى إيه؟ نراجع تاني على الكلام اللي اتقال. بالنسبة للتغييرات، ما بيحصلش أي تغيير في الفعل إذا كان فعل القول أو فعل الإبلاغ مضارع أو مستقبل. تمام؟ تاني حاجة، إذا كان الكلام اللي اتقال ده حقيقة لا يمكن إيه تغييرها، أو حقيقة ثابتة، حقيقة علمية لا يمكن تغييرها. تالت حاجة، ما بنغيرش إمتى بقى؟ لو كان إيه the reported words، الكلمات أو الكلام المبلغ are true at the time of reporting، لو كان حقيقي في الوقت اللي احنا بنبلغه. يعني ايه؟ يعني حاجة بتحصل حاليا، تمام، وانا هبلغها بطريقة غير مباشرة، كده انا مبغيرش الفعل لانه لسه بيتم. زي ايه؟ جورج بيقول ايه؟ I'm meeting Karen tomorrow،
I'm meeting Karen tomorrow. أنا سأقابل كارين غدا. تمام؟ هنا الحدث إيه؟ لسه حقيقي، هيتم. فلما أجي إيه؟ هبلغه بطريقة غير مباشرة، هتبقى جورج سيد، جورج قال he is meeting Karen tomorrow، إنه سيقابل كارين غدا. تمام؟ الكلام هنا لسه هيتم. Reported on the same day. تمام؟ Tomorrow still referred to tomorrow. الحاجة لسه هتحصل بكرة. اوكي يا جماعة؟ طيب نشوف كده. George said he was meeting Karen the following day. جورج قال أنه كان سيقابل أو كان يقابل كارين ماشي the following day اليوم التالي. هنا بالفعل الحدث تم، الحدث إيه؟ تم. The meeting has already happened، المقابلة تمت. وأنا نقلت الكلام إيه؟ اللي اتقال بعد المقابلة. أوكي؟ يبقى هيحصل الحاجة هتتم غدا، لكن هنا تمت وأنا بلغتها. تمام؟ لا، ما هو كان بيتكلم في المستقبل. انتوا خليكم معايا. أنا قلت امبارح إن أنا إيه؟ إن أنا هكتب مثلا مقال بعد ساعتين. أنا اتكلمت في المستقبل إمتى؟ كان امبارح، على أساس إن إيه؟ أنا امبارح جيت النهارده، هيقول الشخص الكلام اللي أنا قلته، هيقول هو قال إن هو كان هيكتب مقال للكلام اللي هو قال امبارح في المستقبل، أوكي؟ هنا هيقابلها أو هيقابل كارين بكرة، لسه الحدث ما تمش، لكن هنا الحدث تم، بس هو الكلام اتقال فين؟ في المستقبل. الكلام اتقال في المستقبل والحدث تم خلاص، قال انه يعمل الحاجه دي وعملها. فلما اجي اقول الكلام طب ايه؟ على اساس ان هو تم في الماضي. اوكي يا جماعه؟ هو بالفعل ايه؟ قام بايه؟ باللي قاله، عمل الحاجه اللي ايه؟ اللي كان بيقول ان هو يعملها. لا، هنا الحدث، هنا الحدث تم، لكن فوق هنا لم يتم، لسه هيقابلها. اوكي؟ هنا اهو reporting on the same day، بيبلغ في نفس اليوم. أو tomorrow still refers to tomorrow، لسه الحدث هيحصل بكرة، لكن هنا reported later، بيبلغ بعد الحاجة ما تمت. ماشي. The meeting has already happened، المقابلة بالفعل ايه؟ تمت. اوكي؟ تلاتة لسه هيتم. ماشي؟ فهو بيبلغ الكلام اللي لسه هيتم. تمام؟ لكن هنا هو قال كلام ان هو هيتم وفعلا تم. كان بيقول انه هيعمل حاجة وعملها. اوكي يا جماعة؟ فهنا بينقل الكلام اللي هو خلاص ايه؟ تم بالفعل. تمام يا جماعة؟ تختلف عن رقم واحد، لو الكلام مضارع، لا هو لو مضارع بنخلي الفعل زي ما هو، بالنسبة لو الفعل فعل القول مضارع بنخلي الفعل مضارع زي ما هو، ما بنغيرش، حالات المضارع والمستقبل، إذا كان فعل القول في المضارع أو المستقبل أنا ما بغيرش، ما بغيرش، لو كان فعل القول
اللي هو ايه؟ سيد لو كان سيز مضارع يبقى فعل القول زي ايه؟ الفعل هنا حتى لو كان مضارع او مستقبل بيكون هنا الفعل زي ما هو ما بغيرش. اوكي؟ لا مش رقم ثلاثة، انا رقم ثلاثة على حسب كلامي يعني هنا. ما هو رقم ثلاثة سد ماضي، مش الحاجة لسه ما تمتش. هو بيقول هيعمل لسه ايه ما تمش، فهو لازم يبقى زي ما هو. اوكي؟ هنا في حالة لو الكلام لسه ما تمش ايا كان فعل القول بيبقى الزمن زي ما هو. اوكي يا جماعة؟ انا بتكلم عن حاجة لسه هتتم. يعني هو قال ان هو هيقابل كارين بكره، هو قال بس هو لسه ما قابلش كارين لسه. اوكي يا جماعه، كلام اتقال ولسه هيحصل في المستقبل، تمام كده. اوكي، لكن هنا كلام اتقال ان هو هيحصل فعلا حصل، كلام اتقال ان هو هيحصل وحصل، فانا ببلغ، فلازم بقى ان ما دام حصل لازم اخليه ايه؟ ماضي، لان هو تم. اوكي يا جماعه، نيجي بقى ليه الازمنه اللي بتتغير في الكلام غير المباشر. تنس دو تشينج، أزمنة بيحدث فيها تغيير، ان دايركت سبيتش في الكلام غير المباشر اف. اذا ايه بقى يتغير؟ the reporting takes place later than the reference point. تمام، اذا الكلام اللي اتبلغ ده حصل بعد ما تم الزمن. اوكي، يبقى بغير الزمن اذا الكلام ده اللي اتقال او اللي ببلغه الحدث بتاعه تم، فلازم اخليه في الماضي. اوكي، reference point of the original utterance للكلام الأصلي. تمام يا جماعة؟ أول حاجة أغير فيها and the report sentence is out of date، إذا كانت الجملة دي بالفعل تمت. أوكي؟ دي أول حاجة بغير فيها الزمن. This is usually the case if the reporting verb is in the past or in a past tense. تمام، لو كان فعل القول في الماضي. Except for 2 and 3 above. إلا في 2 و3 اللي قلناهم إيه؟ في السلايد اللي فات. طيب، In the following example, the reference point of the present perfect and the present continuous tense in the original utterance in the scene of speaking. تمام؟ طيب إذا كان هنا بقى اللي كنا بنقول فيه، لو كنا بنتكلم عن حاجة ولسه الحاجة دي بتحصل أو هتحصل، يبقى أنا كده مش هغير. نشوف كده، فيليب تو جون إن 1980، في نفس الكلام أو في نفس السنة في 1980. I have never been to Prony, but I am thinking about going there. أنا ما رحتش Prony ديت، أنا بفكر في الذهاب هناك. إحنا لسه في الكلام، يعني لسه الحاجة ديت إيه بيقولها. أوكي؟ يعني الحاجة ديت ما حصلتش في الماضي، هو بيتكلم حاليا ولسه في نفس السنة. أوكي؟ لما نيجي نحولها بقى ليه؟ لغير مباشر. تمام، indirect speech the reference
point of the reported sentences remains 1980. However, the reporting point or the reporting takes place later. الكلام ده بلغه بعد كده. يبقى بعد الحاجة دي ما تمت. Which means that the reported sentence became or becomes out of date. كده الجملة أصبحت إيه؟ في الماضي. And tense changes are necessary. يبقى أنا كده هغير في الأزمنة. ما دام الكلام ده تم وحصل كده الجملة بقت فين؟ في الماضي. شوف بقى إزاي إحنا كنا بنتكلم في 1980. نيجي هنا بينقل الكلام في سنة كام؟ 2003. يعني بالظبط بعد كام سنة؟ 23 سنة. يبقى الكلام ده تم ولا ما تمش؟ خلاص بقى في الماضي. بقى زي بقى فين؟ في خبر كان زي ما بنقول. اوكي؟ هنيجي هنا ننقل الكلام. John to print in 2003 في 2003 when I met Flynn in 1980 مش عندما قابلته فيليب في عام 1980 he said هو قال قال ايه بقى همسك بقى الكلام ده اللي قاله بس كده هيعتبر في الماضي he said he had never been to Bonn إنه لم يذهب إلى روني but he was thinking ولكنه كان يفكر هنا بيقول أنا بفكر لأنه في نفس الوقت يعني كان يفكر about going there في الذهاب هناك الكلام تم وفات عليك زمان فلازم أخليك في الماضي يبقى لما أجي أنا الحاجة وكلامي اتقال وخلاص تم هغير بقى في الأزمنة هنا المضارع بقى ماضي المضارع بقى ايه ماضي لان انا بتكلم في حاجة اتقالت من زمان ده بالنسبة لأول حاجة في تغيير الأزمنة يبقى إذا اتغير نقطة أو النقطة الزمنية للجملة خلاص كده بيتغير الزمن ايه معاها ده ملخص الكلام اللي موجود في الشريحة دي اوكي في أي أسئلة يا جماعة؟ تمام نرجع بقى نشوف حاجة تانية as seen in the example زي ما شفنا في المثال the verbs and the present perfect and the present continuous احنا اول حاجة قلنا present perfect كان مضارع تام لان يعني كنا بنتكلم في الوقت اللي هو فيه and present continuous وكان مضارع مستمر in the original utterance في الكلام اللي هو الاصلي changed into تحول لايه بقى the corresponding past الماضي اللي هو معادل ليه اللي هو ال past perfect past continuous ماضي تام ماضي مستمر تحول الماضي المضارع التام لماضي تام المضارع المستمر تحول لماضي مستمر كيف المضارع بيتحول لماضي مضارع بسيط يتحول لماضي بسيط مضارع تام يتحول لماضي تام مضارع مستمر يتحول لماضي مستمر لو كان الحدث تم وانتهى وانا بنعيده عن طريق ايه كلام غير مباشر نفس الزمن بس في الماضي نشوف كده this is often described as the sequences of tenses ده بنسميه تسلسل او تتابع الازمنه in indirect speech في الكلام غير المباشر yet we can see that the sequence of tense التتابع الازمنه is based on how tense relate to each other in general. بيورينا على اساس ان ايه ازاي الازمنه دي مرتبطه ببعضها عموما. يعني هنا الازمنه مرتبطه ببعضها مضارع بسيط ماضي بسيط. مضارع مستمر ماضي مستمر.
ما ينفعش مدمع مستمر احوله لماضي بسيط، يبقى برضه ماضي مستمر. طب كده when I met Fleb in 1980 he said، هو قال he had never been to Poland، أو had never been، بقت ماضي تام. when I arrived at work، عندما وصلت إلى العمل I remember that، تذكرت أن I hadn't locked the door، لم أغلق الباب. تمام. of my apartment، باب الشقة. What if a consequence action and earlier action، هنا حدث بعد حدث. اوكي، لازم تسلسل ماضي بسيط. تمام. مضارع تام يبقى ماضي تام، لو مضارع بسيط يبقى ماضي بسيط. تمام. مضارع تام يبقى ماضي تام. طب نشوف كده when I met Phillips، I met Philip 1980 from 1980 he said، وقال he was thinking into، هي كانت في الأول إيه؟ he is thinking، بقت was thinking. اوكي يا جماعة، كان يفكر، هناك إيه؟ لو كان في الوقت اللي هو فيه يبقى إيه؟ يفكر، لكن هنا كان يفكر، الحدث إيه؟ مضى. when I entered the room، عندما دخلت الحجرة I saw that he was reading، رأيت أنه كان يقرأ. هنا بلغت الكلام والحاجات اللي أنا شفتها بس في الماضي. اوكي، هنا بلغت حاجة كانت مستمرة، ولو كانت لما الحدث كان مستمر، أو الحدث لو مستمر لما أجي أقول أو كان مستمر، لما مثلا إيه أنا ألعب الكرة، لما أجي أقول في بعد كده هقول ايه انا كنت بلعب كورة، برضه اخليه مستمر. ده بالنسبة للتحويلات. طيب انا هنشوف التحويلات هنا باختصار. اوكي، why you didn't put that in the first sentence. بالنسبة لذات، بالنسبة لكلمة ذات استاذ محمد، بالنسبة لكلمة ذات ممكن نحطها وممكن ما نحطهاش، ممكن نقول said ذات وممكن نقول said. اوكي ماشي، بالنسبة لقول نقول said ذات ماشي، ما ممكن ما استخدمش ذات عادي، ممكن اشيلها مفيش اي مشكلة، لو حطيتها مفيش مشكلة، شلتها مفيش اي مشكلة برضه. ده بالنسبة لذات. نشوف بقى ايه التحويل. اول حاجة في الكلام المباشر لو كان present simple مضيت بيبقى في المباشر، في غير المباشر past simple ماضي بسيط، يبقى المضارع البسيط في المباشر لما اجي احول غير مباشر يبقى ماضي بسيط، ده اذا ايه كان الفعل تم. طيب present continuous مضارع مستمر هيبقى past continuous ماضي مستمر، present perfect مضارع تام هيبقى past perfect ماضي تام. طيب present perfect continuous مضارع تام مستمر هيبقى past perfect continuous ماضي تام مستمر. طيب إذا كان بقى past simple ماضي بسيط، لو كان الفعل ماضي بسيط هيبقى past perfect ماضي تام، يبقى الماضي البسيط بيتحول لماضي تام. طيب إذا كان past continuous ماضي مستمر
لو كان ماضي مستمر يتحول ل past perfect continuous، ماضي تام مستمر. تمام، يبقى المضارع التام المستمر والماضي المستمر بيتحولوا لماضي تام مستمر. طب لو كان past perfect ماضي تام بيبقى زي ما هو past perfect، الماضي التام بيبقى ماضي تام زي ما هو، لأن مفيش زمن أبعد من الماضي التام. طيب لو past perfect continuous برضه بيبقى past continuous. أوكي، يبقى عند الماضي التام بيبقى ماضي تام زي ما هو، أما لو كان ماضي تام مستمر بيبقى برضه ماضي تام مستمر، مبيحصلش فيهم أي تغيير. تمام يا جماعة، ده بالنسبة للأزمنة. نلاحظ بقى إيه؟ Note that past perfect past tense don't change، اللي أنا قلته ما بيتغيروش، بيبقوا زي ما هما. In complex sentences the verb in the time clause may not change. نخلي بالنا إذا كانت الجملة مكونة من جزئين، يعني جملة وبعد كده رابط زمني وبعد كده جملة، أحد الروابط إيه؟ الزمنية. الحادث، الماضي التام يتحول لماضي تام مستمر؟ لا، الماضي التام بيبقى زي ما هو ماضي تام، الماضي التام المستمر بيبقى زي ما هو ماضي تام، مستخدمش فيهم أي تغيير. نرجع تاني للجدول، معلش نرجع تاني نشوف أهو، past perfect ماضي تام بيبقى past perfect زي ما هو، past perfect continuous الماضي التام المستمر بيبقى past perfect continuous زي ما هو. أوكي، الماضي التام والماضي التام مستمر ما بيحصلش فيهم أي تغيير، بيبقوا زي ما هم. في أي أسئلة كمان؟ الماضي المستمر هو اللي بيتحول لماضي تام مستمر. past continuous ماشي بيتحول لإيه؟ past perfect continuous. أوكي، ولا يهم حضرتك يا فندم. أرجع تاني نشوف إيه المثال ده. لما تبقى الجملة مربوطة بأداة ربط زمنية، بغير بس الكلام اللي قبل أداة إيه؟ ربط، اللي بعد الرابط الزمني لا يتغير. تمام، الجملة إيه المركبة أو الكومبلكس المعقدة، اللي هو المتركبة من جزئين أو نسميها الجملة المعقدة. تمام، الفعل اللي بيجي بعد أداة الربط ما بيتغيرش، زي I was reading a book، كنت أقرأ كتاب، when I heard the crash، هنا ماضي بسيط زي ما هو، هنا دي كانت إيه؟ مضارع بسيط، لما أجي أحولها، شوف بقى هنا was reading a book when I heard the crash، أحولها بقى بغير مباشر تبقى بيل سيد ذات، بيل قال أن he had been reading، الماضي المستمر يتحول لماضي تام مستمر. I was reading بقت إيه؟ he had been reading a book when he heard the crash، حولنا اللي قبل الرابط الزمني واللي بعد الرابط الصغير. اوكي تمام يا جماعه، يبقى كان في رابط زمني بنغير في اللي قبله وما نغيرش اللي بعده. في اي اسئله هنا؟ طيب نشوف بقى model changes in direct speech، الأفعال الناقصة وتحويلاتها في الكلام غير المباشر على نفس الشكل برضه، زي ايه؟ تنس الزمن ما بيتغير. if the reported sentence، لو الجملة اللي انا ايه
هنقولها من غير مباشر is still true at time of reporting لو كانت في وقت الكلام no changes are made. نفس الكلام يعني لو الكلام ده بقوله دلوقتي او لسه لم يتم ماشي بيبقى زي ما هو ما بيتحولش. اما بقى لو كان ايه reported sentence is out of date اتقالت خلاص والحدث تم the following changes occur التغييرات دي بتتم بقى التغييرات كان دي لعدم ايه التأكيد اللي هي uncertainty المعنى بتاعها ماشي عدم تأكيد زي مثلا ايه I may come tomorrow ربما آتي غدا تبقى might تمام تبقى might لو كانت عبارة عن حاجة أنا مش متأكد منها طيب لو كانت may بتعبر عن permission إذن أو تصريح with present reference ماشي مع إيه مرجعية للمضارع لمي في المضارع هتبقى إيه was allowed to was allowed to ماشي كان مسموحا لي طب لو may permission في المستقبل زي مثلا ايه I may come tomorrow here انا اقدر اجي هنا بكره ده انا هنا ايه واخد تصريح او اذن في المستقبل دي بتساوي ايه would be allowed to يكون مسموح لي تمام would be allowed to well طبعا لو عرفنا بتعبر عن المستقبل بتبقى ايه would will تبقى would طيب نشوف بقى ايه needn't عبارة عن عدم الضرورة أو عدم الإلزام يا إما هتبقى didn't need to أو didn't have to didn't need to didn't have to must must الإلزامية obligation must لو كانت بتعبر عن obligation الإلزام زي إيه؟ You must follow أو you must come to school early يجب أن تأتي إلى المدرسة مبكرا تبقى إيه had to إلزامية had to طيب must لو كانت بتعبر عن certainty تبقى must زي ما هي زي مثلا إيه he must be rich هو من المؤكد انه ايه غني ده هنا تأكيد تبقى مص زي ما هي بتاع الخاصة بالمودل كل اللي خاص ايه بالمودل عندنا بقى كود تبقى زي ما هي كود ود تبقى ود برضه might بتبقى might mustn't بتبقى برضه mustn't had better كما هي had better ده بالنسبة لكل اللي أخدناه ده في المضارع والماضي في المضارع should تبقى ايه should used to تبقى برضه used to اوكي طيب نكتفي بهذا القدر النهارده ان شاء الله كفايه كده نكمل المحاضره الجايه ان شاء الله السلايد اللي فات اوكي ماشي ولا يهم حضرتك تمام نكمل إن شاء الله
في محاضرة بكرة. خلصنا آخر حاجة، خدنا تحويلات المودلز. ربنا يبارك فيك يا عم. في أي أسئلة يا جماعة؟ لا ولا يهم حضرتك، تحت أمرك يا فندم، ولا يهم حضرتك عادي، مفيش أي مشكلة. لو في أي أسئلة المحاضرة اللي جاية إن شاء الله بكرة، وعندنا يوم الخميس برضه إن شاء الله الساعة 10، عندنا سبت الساعة 10، ثلاثة الساعة 10، الأربعاء الساعة 10، الخميس الساعة 10. ربنا يكرمكم. السبت اللي فات كان في محاضرة السبت اللي فات، وأخدنا محاضرة كانت عن الريفريزنج. أخدنا محاضرة عن الريفريزنج، إعادة صياغة الكلام. أوكي، في أسئلة تانية؟ الله يسلمك. ربنا يبارك فيك يا رب. السيدة امتحان الترجمة نفس اللي بتيجي في المحاضرات، هو أنا هجيب بس هغير فيها حاجات. يعني بالنسبة لأسئلة الامتحان أكيد هيبقى فيه حاجات متغيرة. تمام، أوكي. أنا عايز أعمل امتحان ترجمة قريب، إن شاء الله هبلغ أو هعمل عنه. لسه، لأ ما تقلقوش، لسه هيبقى امتحان تجريبي عادي، هيبقى امتحان تجريبي عادي. تمام، ان شاء الله امتحان بسيط كده وتجريبي. لا ده غير، مسموح نغش، نقدر نغش عادي. هنبدأ بقى نراجع اللي فات، هنراجع اللي فات. احنا اخدنا كام محاضرة؟ 12، حوالي 12 محاضرة ترجمة. تمام، هنعمل بقى، نوصل مثلا للمحاضرة 14 أو 15، نعمل امتحان بسيط كده، نبدأ نراجع في اللي فات. أوكي، امتحان صغير كده سهل. امتحان كتابي، ما ترجمة تبقى ترجمة كتابية. ما ممكن
يسمح للكتابة، ممكن أخلي أي حد من حضراتكم ياخد السبورة ويكتب عادي. أو ممكن يبقى عن الفيس. أوكي، أنا هحط الامتحان على الفيس. أوكي، يبقى الامتحان على الفيس. ممكن نعمله على الموديل. طب أستاذ محمد، ممكن أوكي هو نعمله على الموديل. ماشي أوكي، مفيش مشكلة إن شاء الله. في مودلز بنعملها على امتحانات. هيبقى على الجروب إن شاء الله. أوكي إن شاء الله تمام. هيبقى امتحان ترجمة، بس هيبقى ليه شرح على الموديل بإذن الله. في أي مشكلة تحت أمرك. في أسئلة طيب بخصوص المحاضرة؟ ربنا يبارك فيكم، أشوفكم على خير إن شاء الله. يا رب دايما نتقابل على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.